السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات جلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأثواب. كما كتشوفوا عندنا اليوم التشكيله راقيه ديال الجلابه المغربيه، جلابه بالطرز الرباطي وبالتنبات ديال العقيق. كنتمنى ان شاء الله التشكيله تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجع لنا على الاستمرار والبحث دائما على الجديد ديال الموديلات. كما كتشوفوا جلابه في صاله مخزنيه بالتوب ديال الكريب، طروزة بالطرز الرباطي من عند الفتحة، كذلك جلابة مخزنية بالتوب ديال الكريب، طروزة بالطرز الرباطي بالطرز ديال الصم، مخدومة ستوب. كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب، مطروزة بالطرز الرباطي من عند الصدر، وجلابة إبازي بالتوب ديال الكريب مطروزة بالطرز الكمبيوتر، كذلك جلابة بالقفطان، جلابة فصالة مخزنية مطروزة بالطرز الرباطي كتجي راقية في اللبسة ديالها، كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب. كذلك جلابة مخدومة بعين عقدة بالطرز والتنبات، كذلك جلابة فصالة مخزنية مخدومة بالطرز الرباطي، موديلات راقية ورائعة ديال الجلابة المغربية بالطرز الرباطي وبالتنبات ديال العقيق. كذلك جلابة مخزنية مخدومة بالتوب ديال الكريب بالطرز الحساب أو الطرز ديال الكمبيوتر، كذلك جلابة مخدومة بالطرز الرباطي مخدومة كذلك بالراندا، جلابة بالتوب ديال الكريب مطروزة بالطرز الرباطي، كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة كذلك بالطرز الكمبيوتر من عند الصدر مخدومة نص طوق. كما تشوفوا خدمة راقية ديال الجلابة، طروزة بالطرز ديال الصم، كذلك جلابة مخزنية مطروزة بالطرز الرباطي، دائما مع الجديد ديال الجلابة المغربية لهاد السنة هذه بالطرز الرباطي والتنبات ديال العقيق. ودائما الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد ديال الجلابة المغربية لهاد السنة هذه، كما كتشوفوا موديلات رائعة بالتنبات ديال العقيق وبالطرز الرباطي. كذلك جلابة بالقفطان، جلابة بالطرز الرباطي مخدومة بالسيفة عين عقدة مع دريز في القب في الكمام، كذلك جلابة بالطرز الرباطي نص طوق، جلابة بالتنبات ديال العقيق أو الحجر المهرس، كذلك جلابة فصالة مخزنية مطروزة بالطرز الرباطي،
تلك جلابة مقطومة بالطرز الرباطي. إذا كنت أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات، ها الجلابة والقفطان المغربي، وكذلك الجديد ديال الأتواب. جلابة مخدومة بالطرز الرباطي، يعني ألوان راقية ديال الطرز في القب وفي الكمام، ومن عند صدر بصالة مخزنية. كذلك جلابة بالطرز الرباطي بتنبات ديال العقيق. دائما الموديلات للاستفادة والتعرف على الجديد ديال الجلابة المغربية بالطرز الرباطي وبالتنبات ديال العقيق. تلك جلابة مخدومة بالصفيفة نص طوق الصفيفة ديال الصم. كذلك جلابة مقدومة عين عقدة بالطرز الرباطي في الجناب وفي الكمام في صالة مخزنية. كذلك جلابة بالتوب ديال الكريب طروزة بالطرز الرباطي. جلابة كذلك بالتنبات ديال العقيق أو الحجر المهرس. كذلك جلابة بصالة مخزنية مخدومة بالطرز الرباطي من عندكم. كذلك جلابة مخدومة بالطرز الرباطي من عند ستار وفي الكمام. كذلك جلابة مخزنية مطروزة بالطرز الرباطي من عند الكمام. كنتو أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، فعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات. كذلك جلابة مخدومة عين عقدة بالضفرة ومطروزة بالطرز الرباطي منبتة كذلك بالعقيق.
الجلب مخدوم بالثوب ديكريب في صالة مخزنية من التبع العقيق. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.